بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فلا زال الكلام في مباحث الكتاب. قال العلامة جمال الدين محمد بن أبي بكر الأشخر، المتوفى سنة 91 و900، رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة، قال: فاصنع وكن، ثم هو لما يفدي فورا ولا تكرارا ما لم يردي. هذا شرح في الدرس الماضي. قال رحمه الله: وحيث من أعلى لأدنى وقع فذاك أمر وبعكسه دعاء، وهو من المثل التماس واقتضى النهي عن ضد له في المرتضى، إن كان نفسيا بشيء عينا، وقيل بل للنهي قد تضمن. ذكرنا في الدرس الماضي تعريف الأمر، فما هو تعريف الأمر؟ ماذا قلنا في تعريف الأمر؟ طلب حصول الفعل بالقول ممن هو دونه، صح؟ طلب حصول الإيش؟ الفعل بالقول ممن هو دونه، ولا يشترط فيه علو ولا استعلاء. ذكرنا في الدرس الماضي، هل يشترط في الأمر العلو والاستعلاء أو لا يشترط؟ فمنهم من قال يشترط العلو، ومنهم من قال يشترط الاستعلاء، ومنهم من قال لا يشترط العلو ولا الاستعلاء. طيب، هذه الأقوال الثلاثة، الناظم على أي قول منها جرى؟ قال هنا: وهو وحيث من أعلى لأدنى وقع فذاك أمر. إذن الناظم يرى أن الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى، فهذا هو أمر، واضح؟ وظاهر هذا أن الناظم رحمه الله يشترط العلو. قال: وحيث من أعلى لأدنى وقع فذاك أمر. وأما إذا وقع من الأدنى للأعلى، قال: وبعكسه دعاء، كقول العبد مثلا: رب اغفر لي، فهذا دعاء. قال: وهو من المثل التماس، أي طلب المثل من المثل، هذا يسمى التماس. فالمراتب ثلاث: طلب الأعلى من الأدنى، هذا يسمى أمرا، طلب الأعلى من الأدنى هذا يسمى أمرا، وهو على الحقيقة. وأما طلب الأدنى من الأعلى فهو دعاء، وقد يسمى أمرا مجازا، وطلب المثل من المثل هو التماس، وقد يسمى أمرا مجازا، تمام. قال: وحيث من أعلى لأدنى وقع فذاك أمر وبعكسه دعاء، وهو من المثل التماس واقتضى النهي عن ضد له في المرتضى، إن كان نفسيا بشيء عينا. هذه مسألة مهمة تبحث في أصول الفقه في باب الأمر، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ لابد أن نفهم هذه المسألة فهما جيدا. انتبه معي، ممكن؟ نعم. أولا،
حتى نفهم هذه المسألة، فإن الأمر كما جرى عليه كثير من الأصوليين وفقا لما قرره علماء الأشاعرة في العقيدة، أن كلام الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إلى كلام نفسي، ما معنى نفسي؟ في النفس ما ليس بحرف ولا صوت، وكلام لفظي وهو ما كان بحرف وصوت، ما كان بحرف وصوت. طبعا المقرر عند الأشاعرة إثبات الكلام النفسي دون الكلام اللفظي. إذن الأمر النفسي هذا، الأمر النفسي هو محل النقاش في هذه المسألة، هل الأمر النفسي نهي عن ضده أو لا؟ واضح؟ هل الأمر النفسي نهي عن ضده أو لا؟ أنا يعني يمكن أن ننظر بهذه الصيغة، الأمر إما نفسي وإما لفظي. الأمر النفسي قد يكون بشيء معين وقد يكون بشيء غير معين. بشيء معين مثل الأمر بالقيام قم، الأمر بالكتابة اكتب. الأمر بشيء غير معين يعني من أشياء، من عدة أشياء، مثل خصال كفارة اليمين، مثل خصال فدية الأذى. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا غير معين، تمام؟ ليس محل الكلام في المسألة في الأمر النفسي بشيء غير معين، لا، محل المسألة في الأمر النفسي بشيء معين. الأمر النفسي بشيء معين، هل هو نهي عن ضده العدمي، وهل هو نهي عن ضده الوجودي أم لا؟ انتبه معي، الأمر قد يكون له، الأمر قد يكون له ضد عدمي وقد يكون له ضد وجودي. مثال: الأمر قم، ما ضد الأمر قم؟ ضده العدمي عدم القيام. فأنا لو قلت لك قم، طبعا مقصود لو قلت لك بنفسي يعني في النفس، ها، لأن الكلام في الأمر النفسي، لو قلت قم، واضح؟ فضده العدمي عدم القيام. ما معنى ضده العدمي؟ أي ما ينافي الأمر تماما، تمام، عدم القيام. ضده الوجودي النهي، نعم أحسنت، النهي عن القعود، النهي عن الاضطجاع، واضح؟ هذا ضده ماذا؟ الوجودي. الأمر النفسي نهي عن ضده العدمي، هذا لا إشكال، هذا قطعا لا إشكال فيه، ليس الخلاف هنا. أين الخلاف؟ الخلاف هنا، هل الأمر بالشيء، والمقصود به الأمر النفسي في الشيء المعين ليس غير المعين، ها، نهي عن ضده الوجودي أم لا؟ يعني بعبارة أخرى، هل الأمر في قولي قم نهي عن القعود أم لا؟ هل الأمر في قولي قم نهي عن القعود أم لا؟ واضح؟ هنا السؤال، هل الأمر في قولي مثلا أكتب، الأمر في قولي أكتب نهي عن عدم الكتابة، هذا واضح لأنه ضد عدمي، تمام؟ لكن هل هو نهي مثلا عن الأمية؟ واضح؟ هذا هو محل البحث. فعندنا نقول الأمر بالشيء، لو قلت مثلا أسكن
اسكن، هل هو نهي عن الحركة؟ هل معنى اسكن لا تتحرك؟ هل معنى قم لا تجلس مثلا؟ هذا السؤال واضح؟ نقول الأمر هل هو نهي عن ضده الوجود أم لا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني فقولك مثلا قم يساوي قولك يساوي قولك لا تجلس مثلا، قولك مثلا أسكن يساوي قولك لا تتحرك. واضح؟ الرأي الثاني للأصوليين يقول إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، ليس نهيا عن ضده، ولكن يستلزمه، يعني يلزم من الأمر بالقيام النهي عن الجلوس، يلزم من الأمر بالسكون النهي عن الحركة. القول الثالث يقول الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه. إذن كم صارت عندك أقوال؟ ثلاثة أقوال. إذن نعود إلى المسألة سريعا، نقول الأمر إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون نفسيا، تمام؟ الأمر اللفظي، اللفظ الملفوظ، تمام، ليس نهيا، لأن صيغة الأمر تختلف عن صيغة النهي. صيغة الأمر افعل، صيغة النهي لا تفعل. إذن الأمر اللفظي ليس نهيا عن ضده، هذا لا إشكال فيه. الأمر النفسي قد يكون بشيء معين وقد يكون بشيء غير معين. قلت لك بشيء غير معين مثل خصال فدية الأذى في الحج، مثل خصال كفارة اليمين، هذا أيضا ليس محل البحث، فالأمر هنا بالشيء ليس نهيا عن ضده. الأمر بشيء معين، الأمر النفسي بشيء معين، هل هو نهي عن ضده العدمي؟ نعم، نهي عن ضده العدمي. هل هو نهي عن ضده الوجودي؟ هذا محل الخلاف. فعندنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه عين النهي، أن الأمر بالشيء عين النهي عنه. القول الثاني يقول إنه يستلزمه. القول الثالث يقول إنه ليس عين النهي ولا يستلزمه. العلامة الأشقر رحمه الله مشى على أي قول؟ على القول الأول، أن النهي، أن الأمر بالشيء نهي، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده هو نفسه. واضح؟ والذي جرى عليه إمام الحرمين والغزالي والإمام النووي وشيخ الإسلام زكريا أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه، ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه. واضح؟ طيب الآن تقول لي إيش الفائدة من هذا الخلاف كله؟ أقول لك، أعطيك مثال. لو قال مثلا إن خالفت أمري فأنت طالق، إن خالفت أمري فأنت طالق، ثم قال لها مثلا لا تكلمي زيدا فكلمته، يقع الطلاق ولا يقع الطلاق؟ واضح السؤال، يقع الطلاق ولا يقع الطلاق؟ طيب كيف الخلاف؟ قال هو إن خالفت ماذا؟ أمري، ثم قال لها ماذا؟ نهي، وهي ماذا فعلت؟ ارتكبت النهي، كلمت زيدا.
يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق. هي خالفت الآن، هي هنا خالفت الأمر أو خالفت النهي؟ هو قال لها ماذا؟ لا تكلم زيدا، فكلمته، خالفت الأمر أو النهي؟ خالفت النهي. وهو ماذا قال لها في التعليق؟ إن خالفت أمري فأنت طالق، يقع الطلاق أو لا يقع؟ إذا قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، يقع أو لا يقع؟ على هذا الرأي يقع الطلاق، لأن الأمر هو النهي، هو عين النهي، صح؟ أيوة. إذن على هذا الرأي الذي جرى عليه الناظم تبعا لابن السبكي رحمه الله يقع الطلاق، فهمنا أو لا؟ لكن على رأي من يرى أن النهي، أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه، فلا يقع الطلاق. وهذا هو ما قرره الإمام النووي في روضة الطالبين، وتبعه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في لب الأصول وشرح لب الأصول. واضح أو لا؟ إذن هذه مسألة تترتب على هذا، تترتب على هذا الخلاف، فهمنا؟ لكن اصبر معي قبل أن ننتهي، هذه المسألة تترتب على هذا الخلاف. نقول في الحقيقة هذه المسألة لا تترتب على هذا الخلاف بسببين. هذه المسألة لا تترتب على هذا الخلاف الأصولي، صح؟ لا تترتب. لماذا لا تترتب؟ الأمر الأول، لأن الخلاف الأصولي كله الذي مضى، لأن الخلاف الأصولي كله الذي مضى في ماذا؟ في الأمر النفسي، وهذا ليس نفسيا وإنما لفظي، واضح؟ إذن نقول لا تترتب هذه المسألة على هذا الخلاف الأصولي، لأنها في الأمر اللفظي، ومحل الخلاف الأصولي هو الأمر النفسي. هذا السبب الأول. أمر الثاني أو السبب الثاني، أن هذه المسألة تمام في باب الطلاق الذي ينبني، باب الطلاق ينبني على ماذا؟ على العرف الظاهر وليس على القواعد الأصولية، واضح ولا؟ تمام. إذن هذه المسألة لا تنبني على هذا الخلاف، والسبب أن هذه المسألة في الطلاق وهو لفظ، تمام، وهذا الخلاف الأصولي في الأمر النفسي. السبب الثاني أن باب الطلاق، ألفاظ الطلاق تنبني على ماذا؟ على العرف الظاهر، وهذه في قواعد الأصول، فالأيمان والتعاليق لا نتبع فيها ما قرر في قواعد الأصول، وإنما نتبع ما جرى به العرف واستقر، واضح أو لا؟ وبالتالي بارك الله فيه، قال هنا، نعود إلى النظم، انظر ماذا قال. قال في النظم عندك، قال: وحيث من أعلى لأدنى وقع فذاك أمر وبعكسه دعاء، وهو من المثل التماس واقتضى. واقتضى، من الذي اقتضى؟ أين الفاعل؟ الأمر، تقدير الكلام، واقتضى الأمر النهي عن ضد له، واقتضى الأمر النهي عن ضد له، ففاعل اقتضى من؟ الأمر. قال: واقتضى النهي عن ضد له في المرتضى. ما معنى قولي في المرتضى؟ أي في القول الذي أرتضيه، في القول الراجح عندي، في القول المختار عندي. في المرتضى يرجح هذا القول، أي قول؟ أن الأمر يقتضي النهي عن الضد، أن الأمر يقتضي النهي عن الضد.
هذا القول الذي يرجحه من؟ العلامة الأشقر. تبع فيه من؟ تبع فيه ابن السبكي في جمع الجوامع. قلت لك والذي جرى عليه إمام الحرمين والغزالي والنووي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه. نعم. قال واقتضى النهي عن ضد له في المرتضى إن كان نفسيا. يقول لك هذا البحث في الكلام الإيش النفسي ليخرج ماذا اللفظي. قال إن كان نفسيا بشيء عين. يقول لك محل البحث في ماذا؟ في الأمر بشيء معين. أما الأمر بشيء غير معين فخارج عن محل بحثنا. قال إن كان نفسيا بشيء عين. إذن هذا القول الذي اختاره أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. فقولك قم كقولك لا تجلس مثلا. قولك مثلا أسكن كقولك لا تتحرك. واضح؟ قال وقيل، هذا إشارة إلى القول الثاني، بل للنهي قد تضمن. إلى أي قول أشار؟ بل للنهي قد تضمن. إلى أي قول أشار؟ أنا ذكرت لك كم أقوال؟ ثلاثة، وبينت لك ماذا اختار. طيب الآن بقي قولان، صح؟ هو قال وقيل، ذكر واحدا من القولين، وقيل بل للنهي قد تضمن. إلى أي قول أشار؟ هذا أو هذا؟ هذا أنه تضمن النهي أو أنه أحسنت أنه يستلزم النهي. يستلزم النهي. هو عبر بقوله تضمن ومراده أنه يستلزم النهي، ليس مراده دلالة التضمن المعروفة، لا، بل مراده أن الأمر يستلزم النهي. مراده ماذا؟ أن الأمر يستلزم النهي، أن الأمر يستلزم النهي. فذكر لك هذا القول الثاني أن الأمر يستلزم النهي، لكنه ليس هو عين النهي. واضح؟ قال وقيل بل للنهي قد تضمن. من الذي تضمن؟ الأمر، أي أن الأمر تضمن النهي. ولم يذكر لك القول الثالث. ما هو القول الثالث؟ أنه أن الأمر ليس عين النهي ولا يستلزم. في الحقيقة كان الأولى أن يذكر القول الثالث أولى من القول الثاني، لأن القول الثالث قال به أئمة المذهب، إمام الحرمين والغزالي وإمام الحرمين والغزالي والإمام النووي في الروضة، وقال به شيخ الإسلام زكريا في لب الأصول. واضح؟ وشيخ الإسلام زكريا كان عصره قريبا من عصر المؤلف. شيخ الإسلام توفي في سنة 926، وهذا مات في 991، يعني بينهما تقريبا 60 سنة. ربما وصلت مؤلفات شيخ الإسلام زكريا إلى بلاد المؤلف في زبيد، لأن المؤلف رحل أيضا إلى مكة، ربما وقف على بعض مؤلفاته. على كل حال كان الأولى أن يذكر الرأي الثالث هذا، لأنه هو الذي جرى عليه أئمة المذهب. نعم. قال وقيل بل للنهي قد تضمن. إذن هذه المسألة واضحة أو غير واضحة؟ واضحة. تمام. إذن نحن نقول الآن، انتبه معي، قلنا إذا لو قال رجل لزوجته إن خالفت أمري فأنت طالق، ثم قال لها ماذا؟ لا تكلمي زيدا. هل هذه المسألة تنبني على هذا الخلاف؟ الصحيح أنها لا تنبني عليه. طيب الآن نفترض مسألة فقهية، ما لنا علاقة في أصول الفقه، نفترض شيء فقهي، هنا يقع الطلاق أو لا يقع؟ ها؟ يقع ولا يقع؟
لا يقع الطلاق في هذه الصورة. طيب عكسها، كيف عكسها؟ لو قال مثلا إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي، هذا نهي أو أمر؟ أمر. فقعدت، يقع الطلاق أو لا يقع؟ مقتضى القياس على المسألة الأولى أنه لا يقع، لكن هنا قالوا يقع. لماذا هنا يقع؟ قالوا للعرف، فإنه في العرف تعتبر هنا خالفت نهيه بخلاف الصورة الأولى. واضح أو لا؟ قالوا الفرق بين هذه المسألة إن خالفت نهي فأنت طالق، فقال لها قومي فقعدت ووقع الطلاق، قالوا إنما وقع الطلاق للعرف، بينما في المسألة الأولى لم يقع الطلاق لعدم جريان العرف بأن ارتكاب مخالفة، بأن النهي في قول لا تكلمي زيد يعتبر مخالفة للأمر. واضح؟ هنا لم يجري العرف، لكن هنا جرى العرف. تمام؟ وهذه المسألة ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين، في روضة الطالبين. نعم. إذا تقرر هذا، ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة أخرى. إذن الآن نحن نتكلم على مبحث ماذا؟ الأمر. نريد أن نرتب المعلومات. في مبحث الأمر ذكر واحد ما يفيده الأمر، وهو الوجوب غالبا، صح؟ هذا المبحث الأول. ثم ذكر لك أيضا ما يفيده من غير الوجوب، يعني ما يفيده صيغة الأمر غير الوجوب. تمام؟ ثم ذكر لك أنواع الأمر، وأنه من أعلى إلى أدنى أمر حقيقي، من أدنى إلى أعلى دعاء، لكن قد يسمى أمر مجازا، ومن مساو إلى مساو يسمى التماس، وقد يسمى أمر مجازا. تمام؟ أيوة. ولذلك في القرآن الكريم فرعون لما جاءه موسى بالآيات قال للملأ ماذا تأمرون؟ صح؟ ماذا تأمرون؟ من أعلى رتبة، فرعون أو هم؟ فرعون. ومع ذلك قال لهم ماذا تأمرون؟ هذا استدل به من قال إن الأمر لا يشترط فيه العلو، لأنهم أدنى من فرعون، مع ذلك قال لهم ماذا تأمرون. ثم ذكر لك مسألة رابعة، وهي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ الآن يذكر لك مسألة خامسة. ما هي المسألة الخامسة؟ هل الأمر بالشيء أمر بمقدماته أم لا؟ هل الأمر بالشيء أمر بمقدماته أم لا؟ هذه مسائل يعني تحتاج منك بعض التفكير معها. تمام؟ لا بأس، لكن مهمة. هل الأمر بالشيء أمر بمقدماته أم لا؟ طيب أنا عندما أقول لك الأمر بالشيء أمر بمقدماته، هذه المقدمات داخلة في الشيء أو خارجة عنه؟ خارجة عنه. انتبه معي، الأمر بالشيء أمر بجميع أجزائه. لماذا؟ لأن حقيقة الشيء تتركب من الأجزاء. فالأمر بالوضوء مثلا، لو قلت لك أو لو قال لنا الشارع مثلا توضأ، هذا الأمر بالوضوء يتضمن أمر بغسل الوجه لأنه جزء من الوضوء، وأمر بغسل يدين المرفقين لأنه جزء من الوضوء، وأمر بمسح الرأس، وأمر بغسل رجلين الكعبين، وأمر بالنية، وأمر بالترتيب، لأن هذه أجزاء. هذه ليست مسألتنا،
هذه ليست مسألتنا، إنما مسألتنا في الأشياء الخارجة عن ذات الشيء المأمور به، عن حقيقة الشيء المأمور به، عن ماهية الشيء المأمور به. هل الأمر بالشيء أمر بها أو لا؟ واضح؟ هذه الأشياء الخارجة، إذن عندنا نقول الأمر بالشيء أمر واحد بجميع أجزائه، هذا لا إشكال فيه، صح؟ بما هو خارج عنه. هذا الذي هو خارج عنه، هل هو مقدور لنا أو غير مقدور؟ إذا كان مقدور في تفصيل، إذا كان غير مقدور فليس مأمورا، فليس مأمورا به. مثال، هل الأمر بصلاة الجمعة أمر لنا أن نوجد 40 لأن الجمعة لا تصح إلا 40؟ واضح ولا؟ الجمعة لا تصح إلا 40 من أهل الكمال، مسلمين، بالغين، عقلاء، أحرار، ذكور، مستوطنين، صح؟ هل الأمر بإقامة الجمعة أمر بتحصيل هؤلاء 40؟ هذا في الغالب ليس تحت قدرتنا، صح؟ إذن الأمر بالشيء ليس أمرا بما هو خارج عنه وليس مقدورا، وليس مقدورا للعبد، واضح؟ أما إذا كان مقدورا، فهذا هو محل الخلاف. مثال، الأمر بالصلاة هل هو أمر بالوضوء أو لا؟ الآن نريد أن ننتبه إلى مسألة. الأمر بالصلاة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هل هو أمر بالوضوء أم لا؟ قد يقول لي قائل الأمر بالوضوء موجود في قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. نقول لهم نفترض أن هذه الآية غير موجودة الآن. السؤال، إذا كان ما في أمر بالوضوء لكن جاء فقط أمر بالصلاة، هل نستفيد من الأمر بالصلاة وأقيم الصلاة أن الوضوء لا بد منه أم لا؟ هنا محل المسألة، فهمنا؟ مثلا الأمر بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أمر بالغسل. الأمر بالغسل يستلزم وجود الماء، هل هذا الأمر يفيد وجوب تحصيل الماء؟ فإذا أمكن تحصيله من بئر وجب إخراجه من البئر، وإن لم يمكن تحصيله إلا بشراء وجب الشراء، واضح أو لا؟ وإن لم يمكن إلا تحصيل مال للشراء إلا بالعمل وجب العمل من أجل تحصيل، واضح أو لا؟ أيوة، هنا محل البحث. فهل الأمر بالشيء نهي عن ضد، عفوا، هل الأمر بالشيء أمر بمقدماته؟ انظر هذه المقدمات الآن خارج عن أجزاء الوضوء، الوضوء خارج عن أجزاء الصلاة، تمام؟ فالأمر بالشيء هل هو أمر بما هو خارج عنه ومقدور لنا أم لا؟ واضح؟ فقال لك هنا إذا كان شرطا فهو مأمور به، إذا كان شرطا فهو مأمور به. ولذلك انظر ماذا قال في البيت، قال ويوجب الشرط له. إيش معنى ويوجب الشرط له؟ أي أن الأمر يوجب الشرط للمأمور، واضح؟ فالأمر بالشيء يوجب أن تقوم بالشرط، الأمر بالصلاة أمر بشرطها وهو الوضوء،
الأمر بالصلاة أمر بشرطها وهو ستر العورة. لكن الأمر بالصلاة هل هو أمر، مثلا الأمر بصلاة الظهر هل هو أمر أن نقوم بعملية زوال الشمس؟ لماذا لا؟ ليس مقدورا. واضح؟ فقال لك هنا ويوجب الشرط له. طيب انتبه معي، إذا كان الأمر بالشيء يوجب الشرط له، فهل يوجب السبب للشيء أو لا؟ أيهما أقوى، الشرط أم السبب؟ قد مر معنا، فإذا كان الأمر بالشيء يوجب الشرط الشرعي، فمن باب أولى أن الأمر بالشيء يوجب ماذا؟ السبب الشرعي. لماذا؟ لأن السبب الشرعي أقوى من الشرط. واضح؟ لأن السبب الشرعي أقوى من الشرط. إذن قال هنا ويوجب الشرط له، فهمنا؟ إذن ما معنى قوله ويوجب الشرط له؟ معناه أن الأمر بالشيء يوجب الأمر بشرطه، يوجب الأمر بشرطه. وعبارة العمريطي في نظم الورقات أوضح، قال والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. واضح؟ الأمر بالصلاة أمر بالوضوء. إذن نستفيد من قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، نستفيد من هذا المقطع من الآية أن الوضوء واجب. لماذا؟ لأنه شرط شرعي للصلاة. وأن ستر العورة واجب لأنه شرط شرعي للصلاة. وأن إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه واجب لأن ذلك شرط شرعي للصلاة. واضح أو لا؟ لماذا؟ بناء على أن الأمر بالشيء أمر بما هو شرط له. طبعا الشرط قد يكون شرطا شرعيا، قد يكون شرطا عقليا، وقد يكون شرطا عاديا. طبعا هنا لن نتكلم على الشرط اللغوي، تمام؟ كذلك السبب قد يكون سببا شرعيا، قد يكون سببا عقليا، قد يكون سببا عاديا. واضح؟ لكن لا نحب أن نتوسع أكثر حتى لا يحصل تشويش في المسألة، نكتفي بهذا. هو يريد أن يقرر أن الأمر بالشيء أمر بشرطه، أمر بشرطه. طيب قال هنا وهو من المثل التماس واقتضى النهي عن ضد له في المرتضى، أي في القول المرتضى. ثم قال إن كان نفسيا بشيء عين، أي إن كان الأمر نفسيا بشيء عين. قوله نفسي أخرج اللفظي، قوله بشيء عين أخرج غير المعين. وقيل هذا الرأي آخر بل للنهي قد تضمن، أي أن الأمر يستلزم النهي لكن ليس هو نفس النهي، تمام. قال ويوجب، أي ويوجب الأمر الشرط له، وشمل مكلفا أي بالغا قد عقل. الآن سيبين لك، وهذه المسألة السادسة، من الذين يدخلون في الأمر، من هم الذين يدخلون في الأمر؟ قال وشمل مكلفا أي بالغا قد عقل. الذين يدخلون في الأمر بارك الله فيك هم المكلفون. من المكلفون؟ المكلفون هم البالغون العقلاء، هؤلاء الذين يدخلون في الأمر، هؤلاء الذين يخاطبون بالأمر. واضح؟ نحن فيما سبق عرفنا الخطاب، ماذا قلنا في تعريف الخطاب؟ انظر ماذا كتبت في تعريف الخطاب؟ ماذا قلنا في تعريف الخطاب؟ توجيه الكلام للغير للإفهام، توجيه الكلام للغير بقصد الإفهام، قصد إفهام الغير. الخطاب بالأمر
يوجه لمن؟ قال يوجه للمكلفين. من هم المكلفون؟ البالغون العقلاء. تفهم من هذا أن من ليس بالغا فليس مكلفا، فالصبي ليس مكلفا، والمجنون ليس مكلفا، ومثل المجنون من زال عقله بلا تعد، مثل المغمى عليه، والسكران الذي زال عقله بلا تعد. أما السكران الذي زال عقله بتعد منه، فعلماء الأصول الأصوليون يقول ليس مكلف أيضا، لكن الفقهاء يجرون عليه أحكام المكلف. السكران الذي زال عقله بتعد يجرون عليه أحكام المكلف، وبالتالي يصححون عقوده. لو باع، لو أوقف، لو وقف، لو دخل في عقد ضمان، يصح، يصححون عقوده، يجرون عليه أحكام المكلف عقوبة له، تغليظا عليه. وكذلك مثل السكران من تعدى بجنونه، يعني جنن نفسه بتعد، سبب لنفسه الإغماء، أيضا هذا يجرون عليه أحكام المكلف. تمام. إذن مع أنه لا يفهم خطاب الشارع، نحن قلنا في الخطاب ما هو ذا؟ توجيه الكلام بقصد الإفهام، هو لا يفهم، لكن أجروا عليه أحكام التكليف تغليظا عليه، عقوبة له. فهمنا؟ إذن الصبي غير مكلف، المجنون، المغمى عليه، السكران، هؤلاء الذين زال عقلهم بلا تعد منهم غير مكلفين. ولذلك قال لك الناظم وشمل مكلفا، أي وشمل من الذي شمل؟ الأمر وشمل الأمر مكلفا مفعولا به، أي بالغا قد عقل. تمام. لا ساهيا. الآن يوجد بعض البالغين، انتبه، يوجد بعض البالغين العقلاء غير مكلفين، وبعضهم محل خلاف هل مكلف أو غير مكلف. تمام. تستطيع أن تقول، انتبه، هكذا الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: من ليس مكلفا قطعا، من هؤلاء؟ مثل الصبي. تمام. ومثل من زال عقله بلا تعد، هذا ليس مكلفا. ومنهم من هو مكلف قطعا، وهو البالغ العاقل غير الساهي والغافل. ونضيف هنا كلمة البالغ العاقل المسلم. تمام. والقسم الثالث من حصل خلاف في تكليفه، مثل من؟ مثل الكافر، حصل خلاف هل هو مكلف أو لا، والمقصود به الكافر الأصلي، حصل خلاف هل هو مكلف أو لا. ومثل المكره، حصل خلاف هل هو مكلف أو لا. تمام. إذن المكلف قطعا هو البالغ العاقل المسلم غير الساهي والغافل. تمام. والملجأ بعد ذلك سأعرف لك الملجأ من هو. تمام. غير الساهي والغافل والملجأ، يعني غير الساهي وغير الغافل وغير الملجأ. تمام. هكذا. طيب، الساهي مكلف وغير مكلف؟ الساهي غير مكلف. طيب، الغافل غير مكلف، الملجأ غير مكلف. واضح ولا؟ إذن هذا التقسيم على ثلاث درجات أو على ثلاثة أقسام: من ليس مكلفا قطعا كالصبي، وزائل العقل بلا تعد، الساهي غير مكلف، الغافل غير مكلف، الملجأ غير مكلف.
ومن هو مكلف؟ وهو المسلم البالغ العاقل، هذا مكلف قطعا، تمام، غير الساهي وغير الغافل وغير الملجأ، تمام. من حصل فيه خلاف؟ الكافر الأصلي فيه خلاف، والمكره هذا فيه خلاف، وسيأتي في كلامه الآن. فقال لك هنا وشمل مكلفا، أي أن الخطاب يشمل المكلف. من هو؟ قال هو البالغ العاقل، البالغ العاقل لا ساهيا، ليس ساهيا واحد، ونائما غافلا يعني، تمام، وملجأ. إذن من هو المكلف؟ تقول لو أردت أن تعرف المكلف هو البالغ واحد، العاقل اثنين، غير الساهي والغافل والملجأ، هذا هو المكلف. طبعا لا نقول المسلم لأنه يرى أن الكافر مكلف، واضح؟ أيوه، هذا هو المكلف، فهمنا أو لا؟ نعم. لكن الكافر تكليفه محل خلاف، محل خلاف في خلاف المسلم. نعم. قال لا ساهيا ونائما وملجأ، وقس عليه مكرها وإن رأى تكليفه الأكثر. قال لك المكره، المكره الأكثر يرون تكليفه، لكن أنت قس عليه، قس عليه يعني قس على من؟ قال وقس عليه، الضمير في قول عليه يعود إلى من؟ على الملجأ. طيب ما الفرق بين الملجأ والمكره؟ الملجأ هو من يدري ولا مندوحة له عما أكره عليه، هذا الملجأ، من يدري ولا مندوحة له عما أكره عليه. شوف انتبه معي، الساهي يدري أو لا يدري؟ لا يدري. النائم غير مكلفين، لماذا؟ لأن الخطاب لا يمكن أن يوجه إلى ساه ونائم. نحن قلنا ما تعريف الخطاب؟ توجيه الكلام بقصد الإفهام. الساهي والنائم ليس في حالة تلقي إفهام، واضح أو لا؟ الخطاب لا يوجه لهما، إذن هما ليس مكلفين، ليس مكلفين. إذن لماذا ليس مكلفين؟ لأنهم لا يدرون، لأنهم لا يدرون. طيب الملجأ يدري أو لا يدري؟ يدري، إذن هو أعلى رتبة منهم، هو يدري، لكن قال لك لا مندوحة له عما أكره عليه. إيش معنى لا مندوحة له؟ انتبه، مثاله حتى تتضح الصورة، لو أننا أخذنا رجلا ربطناه في يديه وفي رجليه، ثم حملته أنا وأنت ورمينا به على طفل فوقع عليه وقتله، هذا الشخص الذي سقط على طفل فقتله يعتبر قاتلا أو لا؟ هذا الشخص نقول عنه أنه ملجأ، هو يدري أنه إذا وقع على الطفل سيقتل الطفل، لكن هل له خيار آخر؟ ما في خيار آخر، واضح؟ ما في خيار آخر، هو مثل الريشة إذا رميت بها في الهواء، من الذي يحرك الريشة؟ الريح، لا خيار لها. هل الريشة لها خيار أن تذهب يمينا أو يسارا أو أماما أو خلفا؟ لا خيار لها، الريح هو الذي يحركها. فهذا الشخص ربط في يديه ورجليه وألقي به على آخر فقتله، هذا يسمى ماذا؟ ملجأ، هذا يسمى ملجأ. هل هذا مكلف أو غير مكلف؟ هذا غير مكلف. طيب المكره من هو؟ المكره هو من يدري وله مندوحة، مندوحة بمعنى اختيار، له خيار، تمام، له مندوحة عما أكره عليه. مثاله قلت لشخصين اسرق مال فلان، اسرق مال فلان وإلا ضربتك، هذا الشخص أكره على السرقة، فهو إما أن يسرق وإما أن يضرب، إذن عنده خيار آخر أو ليس عنده خيار آخر؟ هذا أحسن حالا من الملجأ،
هذا الذي عنده خيار آخر ماذا يسمى؟ هذا يسمى مكره ليس ملجأ. الملجأ من لا مندوحة له عما أكره عليه، لكن المكره له. واضح أو لا؟ إذن الملجأ هذا غير مكلف، المكره مكلف وغير مكلف خلاف، هذا المكره محل خلاف. واضح؟ فقال لك وقس عليه مكرها. قس عليه، الضمير في قوله عليه يعود إلى من؟ يعود إلى الملجأ، يعني وقس على الملجأ المكره، وقس على الملجأ المكره. نتيجة القياس أنه مكلف وغير مكلف، أنه غير مكلف، إذن غير مكلف. وهذا اختيار من؟ الأشخر، اختيار الأشخر أن المكره غير مكلف. قال وإن رأى تكليفه الأكثرون. إذن القول الثاني قول الجمهور أنه ماذا؟ أحسنت، قول الجمهور أنه مكلف، الأكثر يقولون إنه مكلف. وفي الحقيقة أن قول الجمهور هذا هو المعتمد، أن المكره مكلف. واضح؟ خلافا لما مشى عليه العلامة الأشخر تبعا لابن السبكي في جمع الجوامع، لكن المعتمد أنه مكلف، المكره مكلف، المكره مكلف. نعم، واضح؟ نعم. وهنالك صورة اتفق العلماء على أن المكره يكون مكلفا فيها، وهي إذا قيل له إن لم تقتل فلان فقتلناك، فقتل فلان، هنا بالاتفاق بالإجماع أنه مكلف، فإذا قتل فلان قتل. واضح؟ في هذه الصورة بالإجماع. وهنالك صورة محل إجماع أنه ليس مكلف فيها، وهي ما إذا أكره على النطق بكلمة الكفر. قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في هذه الصورة محل اتفاق أنه ليس مكلف. نعم. قال لا ساهيا ونائما وملجأ، عرفنا ما معنى الملجأ. قال وقس عليه مكرها وإن رأى تكليفه الأكثر، تكليفه الأكثر. ولذلك الحافظ السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع قال وصححوا امتناع أن يكلف ذو غفلة الغافل، وملجأ واختلف في مكره. فمذهب الأشاعرة جوازه. ما معنى جوازه؟ جواز أن يكلف. فمذهب الأشاعرة جوازه، وقد رآه آخرة، أي أن السبكي تراجع عن هذا القول أنه يرى أنه غير مكلف، وعاد إلى قول الجمهور في كتاب آخر له اسمه منع الموانع، وقال إنه ماذا؟ إنه مكلف تبعا للجمهور. تمام. قال رحمه الله تعالى قال وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره، فمذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه، أي ابن السبكي، وقد رآه آخرة، أي في آخر أمره. فهمنا؟ نكتفي بهذا اليوم، مسائل كثيرة أظن يسبب الصداع. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.